بداية وقع اليوم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على قانون المالية لسنة 2020 وجرى توقيعه خلال مجلس وزاري ترأسه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح صبيحة اليوم وللإشارة فقد صدق نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بالأغلبية شهر نوفمبر الماضي على ما جاء في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة